وإلى التذكير من جديد بأهم وأبرز العناوين. مواطنون يثمنون تأمين محافظ صلاح الدين للمستلزمات الخدمية والأمنية والصحية لعودة النازحين إلى مناطقهم في جنوبي وشرقي المحافظة. محافظ صلاح الدين يتابع الحملة العسكرية على خلايا الإرهاب النائمة في مكحول ويؤمن مستلزماتها اللوجستية. العراق يستعد لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات مع أمريكا، والرئيسان صالح والكاظم يدعوان بايدن لشراكة على كل المستويات. البرلمان أمام مواجهة جديدة مع أزمة الرواتب ووجهات نظر سياسية قد تؤخر قانون الاقتراض أسبوعا آخر. إذن كانت هذه هي أهم الأخبار لهذا اليوم، قرأتها أنا على حضراتكم رشا العبيدي. دمتم بخير.